للاسف حلقتنا خلصت. دي كانت حلقه شم النسيم. انا عايزه احيي مايسترو وسيم سحاب على كل المجهود اللي بيعمله، وطبعا الساده والسيدات الموسيقيين. في سيده هناك اهي، امي اقفي كده وريني كده، معلش يا جماعه انا متحيزه للستات، فلازم لازم احيي. بحيي فعلا الاساتذه الموسيقيين وبحيي الشباب. الفن ليه النهارده اخترنا المايسترو؟ طبعا بيشرفني دايما، والشباب، لانه ده احد ادواتنا لمواجهه الارهاب. لو احنا عايزين نواجه التطرف، لو احنا عايزين نخترق عقول ناس صعب ان احنا نخترقها، هو ده الغنى، الفن، المزيكا، السينما، الرسم، الكتابة. دي ادواتنا عشان احنا نقدر نخلق جيل جديد، جيل غير متطرف. مفيش اي حد من اللي معايا دول ممكن يفجر نفسه، مفيش اي حد من اللي حواليا دول ممكن يفكر يقتل حد او يفكر يعمل حاجة. دول بيحلموا لبكرة، دول بيحلموا يغنوا، دول بيحلموا ان هم حياتهم تبقى احسن. كل واحد عايز يحلم اللي ظابط واللي دكتور واللي مهندس. والغنى والفن زي ما قال مايسترو سليم سحاب، هو ده نوع من التربية. الناس، الشباب، الولاد دول يمكن اتحرموا من حاجات كتير، لكن الغنى والفن واللي اداهولهم مايسترو سليم سحاب اداهم وعوضهم عن حاجات كتير المجتمع خدها منهم. انا بشكرك جدا لانك بتربي جيل بلا تطرف، وبتربي جيل يقدر يبني البلد دي. وبشكرك وهستنى فريق كورال العرب، لان ده كمان الحقيقه ان شاء الله قريبا جدا فكره جميله جدا. بشكركم يا شباب، وانا قررت ان انا اقف اغني معاكم علشان انا بحب الغنى جدا. وهنغني سوا بقى ايه؟ احلف بسماها. احلف بسماها. يلا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. وانا بشكرك مايسترو سليم سحاب، وبشكركم كلكم. كل سنة وانتم طيبين، ونتقابل بكرة بإذن الله.